صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كل سنة وكل حضراتكم بألف خير وبصحة بمناسبة طبعا العيد الكبير. صباح الخير عليك يا مصطفى، كل سنة وانت طيب. كل سنة طيبة يا فسنت، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. النهاردة أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوم الحج الأكبر. الحجاج هيقيموا شعائرهم النهاردة في مدينة مكة المكرمة، وهتكون أبرز أعمالهم النهاردة هي رمي جمرة العقبة وأيضا طواف الإفاضة. مشهد الحجاج في الحقيقة وهم بيأدوا شعائر الحج مشهد مؤثر واستثنائي، مليان بالروحانيات، مليان بمشاعر مختلفة، فيها حرص وفيها حب على تأدية فريضة من أجمل فرائض المولى عز وجل. يعني ربنا يتقبل منهم ويكتبها لنا إن شاء الله في القريب العاجل، إن شاء الله السنة الجاية نبقى على يعني على الحج احنا كمان يا رب. بالظبط كده يا بسنت، علشان كده لازم النهارده نكون حريصين على الدعاء ايضا في اليوم ده. ما نقولش بس هو يوم عرفه، بالعكس دعائنا ان شاء الله هيكون مستجاب. ربنا يكتب الحج لكل اللي قلبه متعلق ومشتاق في هذه المشاعر المقدسه في بيته الحرام. الكل ربما شاف امبارح المشهد الجميل والناس كلها قلوبها متعلقه بربنا سبحانه وتعالى وبتدعو من كل قلبها، مشهد بصراحه العالم كله كان بينقله. ده حقيقي يعني مشهد جميل قوي في الحقيقة. احنا بقالنا سنتين من ساعة فيروس كورونا احنا مفتقدين هذا المشهد المؤثر. السنة دي في أعداد كبيرة جدا من الحجاج موجودين في بيت الله بيأدوا فريضة الحج. يعني بنتمنى كده من كل قلبنا واحنا بتفرج عليهم كده، عايزين نكون معاهم، نفسنا نكون معاهم. فنهاردة احنا كمان ندعي ربنا انه يستجيب لنا كل دعواتنا في كل السنة. في الحقيقة يعني من أجمل أيام السنة كلها الأيام دي اللي احنا بنعيشها، وعيد كده حلو. كل سنة وكل الأسر المصرية بألف خير وبصحة. وشفنا النهاردة يعني ازاي كلنا حريصين على استقبال أول عيد، أول أيام العيد بالصلاة. وحابة في الأول طبعا أعرف من مصطفى يعني طقوسك في العيد إيه يا مصطفى، بتحب تعمل إيه؟ والله زي كل الناس يعني، هو العيد هو طبعا صلاة العيد أول حاجة، تاني حاجة الجلوس مع الأهل، طبعا الأضحية بنوزعها في كل مكان. إحنا بنوصي الناس بس إن هو لما يروحوا يبعدوا عن هواتفهم المحمولة، صح كده ولا إيه يا بسنت؟ إحنا في النهاية رايحين يوم استثنائي لزيارة الأهل، الأب، الأم، الجد، الجدة، العائلة. فسيبوا موبايلاتكم، استمتعوا يا جماعة بحياتكم، استمتعوا بالناس دي، محدش عارف الدنيا فيها إيه بكرة، استمتعوا بكل لحظة تقدروا تقتنصوها من الدنيا دي. أعتقد العيد هو الجلوس مع الأقارب والجلوس مع الأهل والجلوس مع الأولاد، هو ده العيد. أعتقد أنه هو ده العيد، وحلاوة العيد أن احنا نستمتع بيه، ما نهربش بيه في الشاشات المضيئة كلها، يعني سواء بقى تابلت موبايل كل حاجة. ده حقيقي. يعني أنا شخصيا من الناس اللي بحب جدا العيد الأضحى، لأن زي ما أنت بتقول بيبقى فرصة حلوة أن احنا نتجمع مع الأهل. وأنا بقى بحب جدا أتفرج على مشهد الحجاج، يعني يعني زي ما قلت لك أنه كمان كنا مفتقدين المشهد ده لأن بقالنا سنتين ما بنشوفوش. فأنا بالنسبة لي كان السنة دي في حاجة مختلفة وإحساس مختلف، بالذات مع العدد الكبير من الحجاج اللي شفناه على الشاشات. بحب جدا طبعا أروح أصلي العيد، دي الطقس كده
يعني يا رب المصريين كلهم ابدا ما يبطلوش يعملوا كده، وبقينا نشوف كده المساجد كلها بقى فيها بهجه وفرحه، المصلين بقوا بيجيبوا معاهم هدايا للاطفال، فبقت من الحاجات الجميله. وزي ما انت قلت مهم جدا ان احنا نقضي العيد مع بعض، ما نبصش في الموبايلات وما ننشغلش بحاجات تانيه غير ان احنا نقضي الوقت الجميل ده مع بعض. يلفت نظري جدا يعني تهافت وكالات الانباء العالميه امبارح على مشاهد الحجاج. ده طبعا بيأكد كلامك ان فعلا الكورونا احنا كنا محرومين من هذه المشاعر المقدسة ومحرومين من الحج، ان احنا نشوف تفاصيل التأثير ده على الناس عاملة ازاي، الناس وهي بتدعي، الناس وهي بتتضرع الى الله عز وجل، الناس وهي بتشكو همها لربنا، تأثيرات ده على وشهم. لو شفتوا يا جماعة الاهتمام العالمي امبارح بنقل مشاعر الحج كان اهتمام غير مسبوق، ربما العالم كله امبارح كان بيتكلم على ان من بعد كورونا أول حج حقيقي يعني يبقى فيه كل هذا العدد في مدينة مكة المكرمة. بصراحة استقبال أو الناس وتنظيم الناس هناك عاملة إزاي، يعني الموضوع كله من أوله لآخره يعني مشهد جميل، وكل سنة طيبين. كل سنة وحضراتكم بألف خير، عيد سعيد عليكم. صبح عليكم، صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو ليندا عشان نعرف منها اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير بسنت، صباح الخير مصطفى، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. طمنينا وقولي لنا ان الجو حلو النهارده. بصي يا بسنت، الصراحه في ارتفاع بسيط في درجات الحراره، بقيم بتتراوح من درجه لدرجتين على معظم المحافظات، في القاهره تحديدا في ارتفاع بدرجه واحده بس عن امبارح. الرطوبه عامله ايه؟ عاليه طبعا، شهر 7 و8 طبعا الرطوبه بتبقى عاليه جدا. امبارح كانت صعبه جدا والنهارده صعبه بس امبارح بالليل كان الجو حلو قوي. ف بالظبط، ما هو جو بالليل عاده بيبقى معتدل. حلو قوي، اتفضلي يا ليندا. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه كالعاده هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.90، اما الشراء فسجل 18.83. اليورو البيع سجل 19.26، اما الشراء فسجل 19.18. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.65، والشراء سجل 22.55. الفرنك السويسري البيع سجل 19.44، والشراء سجل 19.36. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.82 والشراء سجل 2.80. الريال السعودي البيع سجل 5.03 جنيه والشراء سجل 5 جنيه وقرش. الدينار الكويتي البيع سجل 61.57 والشراء سجل 61.16. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.14 والشراء سجل 5.12. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، في عيار 18 سجل 849 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 990 جنيه للجرام، أما عيار 24 سجل 1131 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7920 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس في أول أيام عيد الأضحى المبارك. النهاردة الجو هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وكمان كان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. مرحب بحضراتكم مرة تانية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى من شوية صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة. بدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ حجاج الهنداوي، عقبها ترديد تكبيرات العيد، وأدى صلاة العيد بجوار السيد الرئيس كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شيخ الجامع الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.
امبارح كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى مجموعه اتصالات هاتفيه برؤساء وملوك قاده الدول الشقيقه للتهنئه بحلول عيد الاضحى المبارك، وكان ابرزهم سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده، وجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البحرين، وسمو الشيخ نواف الاحمد الجابر امير دوله الكويت، والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء للعراق، ورئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه، ورئيس قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه، والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس نجيب رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا أيضا من سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. توجه أمير دولة قطر بالتهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. أعرب السيد الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لسمو الأمير تميم بن حمد، متمنيا للشعب القطري وكافة الشعوب العربية الشقيقة كل الخير والتقدم والاستقرار. امبارح كمان تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفيه من الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز ال سعود امير منطقه تبوك، وذلك لتهنئه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. واعرب السيد الرئيس عن تمنياته للمملكه العربيه السعوديه وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار. السيد انتصار السيسي قرينه السيد رئيس الجمهوريه تقدمت بخالص التهنئه للشعب المصري والامه العربيه بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على الجميع. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن عميق حزنه وخالص عزائه ومواساته للشعب الياباني الشقيق في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي. وصف السيد الرئيس شينزو آبي بأنه كان زعيما استثنائيا لليابان وصديقا لمصر وداعما قويا لمسيرة التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة الذي ساهم الفقيد في ترسيخها، داعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان وأن تواصل اليابان مسيرة التقدم والازدهار. في إطار حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الطبية وتدريب الكوادر وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم في كافة المجالات الطبية والبحثية، نظم مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية والجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، نظم ورش طبية تدريبية في مجال المخ والأعصاب على مدار يومين بمشاركة نخبة من الأطباء العسكريين وأساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في مجال المخ والأعصاب. كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار والاحداث المهمه، وكان ابرزها الحكومه نشرت حصادها الاسبوعي في انفوجراف، ومنظومه الشكاوى الحكوميه استقبلت 106 الف شكوى واستغاثه خلال شهر يونيو اللي فات، واخبار تانية كتير هنتابعها بالتفصيل في التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، كان أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس خلال الفترة من 2 ولحد 8 يوليو. الإنفوجرافات تضمنت الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. استعرض الدكتور مدبولي تقرير بخصوص موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استقبلت وتعاملت مع 106 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو بنسبة زيادة وصلت ل 24% عن الشهر اللي فات. امبارح كمان أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنه مستمر في استقبال جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الثالث على التوالي، واستقبل الأسبوع ده أربع جلسات حضرها أكثر من 80 خبير وممثل عن القطاع العام والخاص، وتمت مناقشة أبرز التحديات والفرص أمام قطاع الصناعات الهندسية والنقل بأنواعه المختلفة.
امبارح أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق ENR على أجهزة آيفون وباسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة أندرويد، وأن مفيش أي تطبيق تاني هيعرف يحجز التذاكر. وده لأن في بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية اللي بتزعم بإمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها، علشان كده هيئة السكة الحديد نشدت المواطنين استخدام التطبيق الرسمي الوحيد والمعلن والإبلاغ الفوري لكل الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة. بالنسبة لجولة المحافظات، معنا مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة والأحداث اللي حصلت امبارح، أبرزها كان توزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأسر في حي الأسمرات. في محافظة الإسكندرية تم تجهيز 61 شاطئ استعداداً لإجازة عيد الأضحى المبارك. أخبار تانية كتير من الأليوبية ودمياط والشرقية، خلينا نتابعها. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، كان أبرزها أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قام بتوزيع اللحوم والمواد الغذائية على عدد من الأسر والمرأة المعيلة في حي الأسمرات بهدف إدخال البهجة عليهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كمان شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مراسم توقيع عقد تقديم وتلقي خدمات الجمع المنزلي والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة. واستعدت شواطئ محافظة الإسكندرية لاستقبال زوارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وكثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من حملاتها على الشواطئ اللي وصلت ل 61 شاطئ على مستوى المحافظة، وبتتراوح أسعار الدخول ما بين 5 جنيه ل 25 جنيه حسب شريحة كل شاطئ مميز سياحي أو عام. الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعلنت عن إدراج مشروع تطوير طريق عزبة البرج دمياط بخطة وزارة النقل، وده ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة المتضمنة تطوير قرى مركز دمياط. أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من أعمال إنشاء المدفن الصحي لمدينة بلبيس والمقام على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية وصلت ل 35 مليون جنيه. اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قال إنه تم توفير لحوم الأضاحي في 10 شوادر رئيسية لبيع الأضاحي في شمال سيناء بالإضافة للشوادر الفرعية، وإن شركة الجملة هتقوم بتوفير السلع واللحوم بالمحافظة. اللواء أشرف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أعلن عن فتح 8 منافذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة، وده لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك. كمان شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معاينة التجهيزات النهائية لبدء تشغيل خط مياه الشرب الجديد قطر 400 ملي وضخ المياه فيه بعد الانتهاء من أعمال ربطه بخط المياه الرئيسي قطر 1000 ملي المار بشارع الملك فيصل.